يصادف اليوم العالمي للتوعية في شأن سرطان المبيض في 8 شهر أيار، ويعد هذا النوع خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعاً والمسببة للوفيات عند النساء. سرطان المبيض يتكون في المبيضين، يمكن أن يصيب أي امرأة في أي عمر كانت، ولكنه يشخص بشكل أكبر لدى النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاماً، وتحصل عملية التشخيص غالباً في مراحل متقدمة لأن الأعراض لا تكون واضحة في بداية تكون المرض. مراحل تطور المرض 4، يمكن تصنيفها وفقاً لحجم الورم وانتشاره. المرحلة الأولى، ينحصر الورم في أحد المبيضين أو كليهما من دون أن ينتشر إلى مناطق أخرى. المرحلة الثانية، ينتشر الورم إلى أجزاء أخرى في الحوض بجانب المبيض كالرحم. المرحلة الثالثة، ينتشر السرطان إلى خارج الحوض كالأمعاء. المرحلة الرابعة، ينتقل السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو الرئتين. عوارض سرطان المبيض: انتفاخ البطن بعد الأكل مباشرة، الإمساك أو الإسهال، انزعاج وألم الحوض، كثرة التبول، فقدان الشهية، خسارة الوزن غير المبرر، انزعاج في الجماع، عدم انتظام الدورة الشهرية، تعب عام وشديد. إلا أن هذه العوارض يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من الأمراض الأخرى، لذلك يجب المتابعة مع اختصاصي الأورام النسائية للتشخيص المناسب والقيام بالفحوصات النسائية الروتينية كالصورة بالموجات فوق الصوتية خطوة أولى، التصوير بالرنين المغناطيسي، الفحوصات المخبرية، الفحوصات الجينية، وصولا إلى أخذ خزعة من المبيض وهي الطريقة الحاسمة لتشخيص المرض.